التزامك بالنظام دليل وعيك. تحت هذا الشعار نفذت في محافظة شبوة فعالية أسبوع المرور العربي الموحد لهذا العام، وتكمن أهمية الاحتفال بهذه الفعالية كونها تأتي في إطار جهود تطبيع الأوضاع والحياة العامة في المحافظة بعد أكثر من 3 سنوات توقف فيها الاحتفال بهذه المناسبة التوعوية المرورية بسبب الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية. خلال الحرب العبثية التي قامت بها الميليشيات الانقلابية على الوطن عامة، تم تجاوز كثير من قواعد المرور، تم العبث بقواعد السير، تم العبث بالطرقات العامة، تم إهدار أرواح وممتلكات. جهود كبيرة بذلتها السلطة المحلية بالمحافظة ورجال المرور والطلبة من أجل تنفيذ وإنجاح الفعاليات التوعوية والإرشادية لهذا الأسبوع وتحقيق الأهداف المرجوة منها على صعيد رفع وترسيخ مستوى الوعي المروري في المجتمع. ننفذ فعالية أسبوع المرور العربي في ظروف استثنائية تمر بها البلاد وتختلف عما سبقها في الأعوام الماضية من حيث الأمكانيات ومن حيث جميع الوسائل، ولكن هذا بالنسبة لنا يعتبر تحدي، ويثبت اليوم أفراد المرور ومعاونيهم من أفراد الأمن وأنصار المرور بأنهم عند مستوى هذا التحدي وأنهم قادرين على تنفيذ أي مهمة أخرى تعيد للوطن صحته وعافيته. يأمل المواطنون في شبوة أن تعود الحياة إلى طبيعتها بعد أن تنفست الصعداء بتحرير المحافظة من الميليشيات الحوثية التي تسببت في تدمير الكثير من المنشآت والممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية، وتعطل بسببها العمل في العديد من الأنظمة والمرافق من بينها المرور. صالح سالم، قناة بلقيس، شبوة.